مكان ببارك لك طبعا كابتن احمد على المباراه، اداء مميز النهارده ونتيجه كبيره، كنا قادرين ان احنا نعمل نتيجه اكتر من كده، لكن النهارده يمكن اللعيبه ادت على قد المباراه. قول لي النهارده تقييمك بشكل عام للمباراه واعداد كمان للمباراه ازاي النهارده؟ لا يعني بقول الحمد لله، يعني مكسب مهم، يمكن اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير، يمكن في تواصل مع كابتن حسام قبل المباراه بشكل مستمر علشان التشكيل واللعيبه وجاهزيه اللعيبه وهنتعامل ازاي مع المباراه. الحمد لله يمكن كان في رساله من كابتن حسام كان مهم جدا ان تتقال للعيبه، والحمد لله شفنا النهارده اصرار اللعيبه وتركيز اللعيبه. شفنا ماتشات الكاس اللي فاتت قد ايه كانت صعبه على فرق كتير، في فرق من الدوري الممتاز خرجت، فرق كتير كسبت بالعافيه. يمكن الحمد لله يعني كلامنا مع اللعيبه ورسائل كابتن حسام اللعيبه كانت مهمه جدا النهارده، وشفنا يعني شفنا صداها في الملعب. اللعيبه مركزه من اول دقيقه، بتحرز اهداف، بتضيع اهداف كتيره، بتوصل بشكل كبير في استحواذ بشكل جيد. الحمد لله يمكن النهارده نتيجه كويسه، اداء كويس، بنطمن على اللعيبه كتير بقى لها فتره ما بتشاركش الحمد لله. غيابات كتيره النهارده كمان بجانب اللعيبه الدوليين، لكن قدرتوا تعملوا تاليفه مميزه. شفنا النهارده ايمن اشرف ظهر بشكل مميز جدا، محمد داني في مركز المساك، مكاسب كتير على ما اعتقد يا كابتن احمد النهارده. طبعا مكاسب كتير، انا بقول لك يعني الحمد لله بغض النظر عن النتيجه، وانت يعني حامل لقب الكاس وبتحافظ على بتدافع على اللقب بتاعك والبطوله بتاعتك، بتدخل فيها يعني باداء يعني اول مباراه في دور 32 بتكسب مكسب مريح، بتطمن على اللعيبه، بتطمن على اللعيبه اللي عندك اللي كانت كمان الفتره الاخيره كنا طبعا عندنا الافريقيا وفي قائمه يعني محدده بالنسبه لنا بنتعامل معاها. الحمد لله شفنا لعيبه كانت خارج القائمه النهارده بتظهر بشكل يعني كويس وبتادي اداء كويس الحمد لله. طبعا مكاسب كتير لينا الحمد لله. الجانب النفسي كان مهم جدا ان انتوا تتكلموا مع اللعيبه كابتن احمد، وليك دور كبير مع كابتن حسام، الخروج طبعا من البطوله الافريقيه، لكن النهارده بان اللعيبه مركزه وقافله صفحه البطوله الافريقيه، واللي جاي كمان هو اللي مركزين في النادي. طبعا يمكن كانت رساله كابتن حسام تحديدا إن خلاص يعني ده احنا نادي كبير، نادي الاهلي، صفحه افريقيا لازم تتقبل تماما، نركز في اللي جاي. احنا بنبدا يعتبر بنبدا موسم كاس ودوري، وزي ما بنكسب بطوله وبنقفل الصفحه يعني ما ربنا ما وفقناش في البطوله الافريقيه، لازم نقفل الصفحه بسرعه، ما نعيش فيها خلاص، عندنا شغل كتير الفتره الجايه. اخيرا التحامل على وليد ازارو كبير جدا، بتقول لكل الناس بتتحامل على وليد ازارو من خلال. لا يعني وليد لعيب كويس وبيأدي المطلوب منه، وربنا يوفقه ان شاء الله. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي والقائم باعمال المدير الفني في مباراه اليوم الاهلي وتليفونات بني سويف. بنبارك للنادي الاهلي من جديد، واكيد مباراه جيده للنادي الاهلي زي ما بنقول كانت كبوه الفتره اللي فاتت بالنسبه للبطوله الافريقيه، لكن كلنا ثقه في كابتن حسام البدري، كابتن احمد ايوب، كل اللعيبه ان شاء الله البطولات قادمه للنادي الاهلي، واكيد النادي الاهلي هو زعيم في بطوله افريقيا وبطوله الدوري وبطوله كاس مصر. اكيد مستمرين معاكم هنا من استاد بتروسبورت، كل قوات خاصه مع لاعبي النادي الاهلي. اشكرك يا كريم وبشكر